السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاوكم على خير وبخير يا ربي. كما كنشوفوا سعاد خرجات البارح وهضرات لنا في الامر ديال الرجوع اللي احنا كمتابعين لهذه الانسانه كاملين كنتسناو في الرد ديالها بعد ما خرجات العروسه الجديده ديال راجلها وخرج الزوج ديالها حتى هو الطليق ديالها وطلبوا منها الرجوع. في الحقيقه كلشي تصدم من هذه الفكره ديال الرجوع وكلشي يستغرب فيها كيفاش هاد الناس تزوجوا غير سيمانه وجاوا بغير ردوا المره الاولى. كل واحد كيشكك في الامر، واش هادو مزوجين بالصح؟ واش هادشي العوبه؟ واش هادشي حقيقي؟ والسعاد حتى هي معاهم. هادشي كامل هاد التساؤلات خرجات سعاد في واحد اللايف البارح ووضحات الامور كامله بالنسبه للرجوع ديالها وبالنسبه واش هي كتمثل على الجمهور وكتمثل على المتابعين وعلى المدافعين عليها. هادشي كامل وضحاته سعاد في واحد الفيديو، عفوا في واحد اللايف. سعاد بالنسبة للرجوع قالت بأنها كتشوف مصلحة وليداتها ومصلحة بنياتها باش يبقاو مجموعين مدى الحياة. ما كتتوقعش بأن زوج غيبقاو عايشين معها وجوج عايشين مع الزوج ديالها. قالت هذه ما عمرني كنت زعما كنتوقعها. قالت أنا دابا كنفكر واش غادي نرجع على حساب وليداتي وترجع زعما عند داك السيد. وكما شفنا المتابعين كاملين الاغلبيه كيقول لها ما ترجعيش، والاقليه كيقولوا لها رجعي على قبل وليداتك وعلى قبل كل واحد زعما الاراء تختلف. بالنسبه لسعاد قالت هي الان كتفكر بقى في واحد المرحله ديال التفكير، واش غادي ترجع واش ما غاديش ترجع، حيت قالت انا الا مشيت ترجعت غادي نرجع على قبل وليداتي باش انهم يعيشوا مجموعين. في الحقيقه الراي الاول والاخير كيبقى لسعاد، وهي اللي غادي تبقى عايشه الى الابد مع هاد الاولاد ومع هاد الناس، لا الزوجه ولا الزوج ديالها. ما غنحكموش عليها حنا ولا ما غنقولوش ليها اش دير. في الحقيقه داك الامر كيخصها هي، وهي اللي غادي تعيش الحياه بوحدها. الى بانت ليها حياه مستحيله بعيده على الزوج ديالها وعلى بنياتها، الواحد حتى شي حاجه كما تنقولوا ما تقدري تتفرضي عليه ولا الانسان الاخر يفرض عليه. هادشي هو اللي قالت سعاد بالنسبه للرجوع ديالها. بالنسبه واش سعاد حتى هي كتمثل معاهم، واش ما كاين لا طلاق لا والو، واش سعاد باقا مزوجه، واش سعاد حلفات وطلعات ناس كيعرفوها ومعاوده لهم اسرارها وزعما خاويه قلبها عليهم، وحتى هما اكدوا لينا حنا كمستمعين وكمدافعين على هاد السيده هذه بان هادشي ما كاينش ولا اساس له من الصحه. سعاد ما دايره لا خطه، ما دايره لا تمثيليه لا تا شي حاجه، انها طلقات من هاد الانسان. وفعلا السيد اللي فراسها هي انه مزوج وبانه دابا طالب الرجوع ديالها، وهي مازال كتفكر. قالت هادشي هو اللي كنعرف، اللي كتعرفوه نتوما هو اللي كنعرف انا، اما شي خطه بيني وبينه كيدرسوها بيناتهم قالت ما كاينهاش، ونفاتها كل النفي. وقالت مستحيل انا ندير هاد الكذبه الكبيره زعما على الجمهور وربي كيشوف فيا، ما نقدرش نكذبها. في الحقيقه حنا بلينا الكلام ديال سعاد كله مصداقيه، وبانها كتقول الصراحه، وبانها ما عندهاش اكاذيب في هذاك الكلام ديالها، حيت ما عندهاش كما تنقولوا الا مشات حتى اكتشفت ان سعاد بان دايره خطه على حساب البوت ولا على حساب القناه. هي عارفة انها حتى شي واحد ما غيبقى يطيق فيها وحتى شي واحد ما غيتفرج فيها، وعارفين هاد الناس هادو الا مشاو داروا شي بوز على حساب الكذوب الا اكتشفت الحقيقة حتى شي واحد ما غيبقى يصدقهم. وهذا الشيء راه حنا شفناه في داك الانسان راجل فاطمة الزهراء، داك كوب بالمكناس دار نفس القصة اللي دار دابا، اللي قالوا الناس بانها انا لحد الان ما مصدقاش كنقول بان هذاك الشيء حقيقي. داروا نفس القصة وتزوج حتى هو بالخفاء، وقال لنا انا مشيت شريت الخواتم وشرى البراسليات ومدى دار ديال الغرايب وها شهر العسل وها فين غادي ندوز، ومشى سافر ودار لنا العرس، دار لنا الفطور، دار لنا الخطبه. وحنا كما كنقولوا بحال شي هبل تابعينه كنقولوا حشومه، هذيك المراه صدمتيها وهي مشات غضبانه وتزوجتي، والمراه هي عايشه على اعصابها حتى دخلت واحد الغيبوبه خايبه. احنا عارفين هاد الكذوب حبلو قصير، وفي الاخر الانسان
طلع كذاب وقال لينا بانه كذب باش مرته تغير. ما كاين كما تنقولوا حتى شي واحد ما غيدير هاد القصه كامله المفبركه ويصور ويحط في قناته ويدير اشهار ويخدم باش وحده تغير. نتغير بشي كلمه نقولها ليا بيني وبينها، تغير شي كلمه كما تنقولوا كذبه بيضه مقبوله، اما مسلسل ديال الكذوب السيده كتحرق بالغيره. وحنا اصلا كنقولوا حشومه نمشيو نتفرجوا فيه هو كيوجد العرس ونتفرجوا فيه هي كتبكي، وفي الاخير طلاق صار كل شيء ألعوبه. نتمنوا هذا الشيء اللي دابا عايشينه في نفس القصه ديال سعاد والزوج ديالها وزواجه وهذا الشيء اللي حنا غادي فيه ما يفاجئناش حتى هو ويقول لينا بانني درت هذا الشيء كامل على الغيره ديال سعاد، بس سعاد تغير عليا وبس سعاد ترجع عليا، لان انا ما غنتقبلوهاش منه طبيعه الحال. واش ما لقيتي باش تغير سعاد غير تمشي تجيبي امراه واحده غيرها، غير ديك كلمه انا غادي نتزوج عليك انا غادي بالخطبه باسطه، غير هذوك الكلمات تقولهم بعدا في امك كذبه بيضة من مع ام وليداتك، منها ما تكونش كذبه كبيره. اما الا كانت كذبه هاد الشيء كامل عرس وخطوبه ورواح وفطور وكل شيء العائله مجموعه واش هاد الشيء غادي يكون كله مفبرك وكله مسلسل، كنظن انا لا ما يقدروش يديروا هاد الشيء كامل. وكما تنقولوا العلم لله. بالنسبه لسعاد راه بانت لينا الانسانه كتكلم بصدق وكتبكي بانها هاد الشيء هو اللي حد علمها، اللي كتعرف بانها هاد السيد مزوج فعلا وماشي دايرين تمثيليه بيناتهم على حساب البوز ولا على حساب القنوات. هاد الشيء هو اللي قالت، هو اللي قالت باللسان ديالها، وانا عارفه القناه ديالي دائما المصداقيه، ولا سمعت شي كلمه كما تنقولوا هنا او هنا ما نقدرش نقولها الا لما سمعتها من السيد المعني بالامر اللي هو كيخصو المشكل عاد كنجي نهضر فيها. وملي خرجت سعاد البارح في لايف وضحات هاد الامور كامله، وضحات بانها كتفكر بالنسبه للزوج ديالها واش غترجع ليه واش ما غترجعش ليه. سعاد كتبان لينا عندها كما تنقولوا 50% باغا ترجع و 50% باقا خايفه وباقا حشمانه وباقا عارفه راسها قالت الا رجعت غادي ندال ولا الناس غيضحكوا عليا، ولا بعدا عندها واحد النسبه بانها باغا ترجع لهذا السيد هذا. ما عرفناش هذا الرجوع كيفاش غيكون، واش غيعيشوا اسره واحده، واش غيعيشوا مفارقين، واش كيفاش الله اعلم، الوقت هو اللي غيورينا. وبالنسبه لسعاد كنقول لها الله يفراسك ومسيره موفقه، وهكذا ذلك بالنسبه للزوج ديالها الله يصلح الامور. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.